لا صداقة ولا عداوة تدوم في السياسة، فحكومة تشكل المحاكم الإسلامية الجزء الأكبر منها تستنجد اليوم دول الجوار بما فيها إثيوبيا، التي كثيرا ما تردد على ألسنة قادتها بأنها العدو اللدود للصومال. أهلا بكم مشاهدين الكرام، ضيفنا في هذه الحلقة مع فخامة الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد. أهلا بك سيادة الرئيس. فخامة الرئيس، ربما نستهل بحوارنا معك بسؤال غير سياسي. بعد انتخابكم لرئاسة الجمهورية الصومالية، هل سنسميك شيخ شريف شيخ أحمد أم سيتغير ونسميك رئيس الجمهورية شريف شيخ أحمد؟ الألقاب دائما كل لقب له مناسبته وله ظروفه الخاصة، فأترك لكم ما تختارونه. لكن هناك تقارير حتى غربية تحدثت من أنه كانت هناك علاقة شخصية لك بهؤلاء، وكانت هناك علاقة أخرى مع الذين يدعمون هؤلاء وهم حركة شباب المجاهدين. هذا ليس له أي صحة. لكن فخامة الرئيس، في هذه الأيام كنت إرهابي على الطراز الأمريكي، يعني بالمواصفات الأمريكية كنت إرهابي، فلماذا لم تعلم حتى هؤلاء؟ أعتقد هذه ليست مسؤوليتي، أنا كنت أقاتل من أجل قضية بلدي وما زلت أقاتل من أجلها، فطبعا النظرة الأمريكية أنا لا أتحكم فيها، فلذلك يعني هذا السؤال الأفضل أن يوجه إلى الإدارة الأمريكية. من خلال التقييم فخامتكم، حركة شباب المجاهدين وصفت بمواصفات أمريكية أنها جماعة إرهابية، هل توافق هذا الرأي بالوصف على حركة شباب المجاهدين من خلال أطر الحكومة الانتقالية؟ الأعمال التي يقومون بها أو النمط الفكري الذي ينتهجون بها، نجد هذه الصفة في الشباب. فخامة الرئيس، من خلال القانون الصومالي، تنظيم القاعدة الذي ينتمي إلى هذا التنظيم، هل هو مذنب؟ لا شك أن تنظيم القاعدة هو تنظيم إرهابي. هل هناك مبادئ تختلفون أنتم والشيخ حسن طاهر أويس؟ فأعتقد أنا والشيخ حسن لم نختلف على أي مبدأ، وما اختلفنا فيه هو مجرد وجهة النظر، ووجهة النظر إذا كانت